أهلا بكم أصدقائي الأعزاء. أنا موسى الجميل، شخصية اجتماعية محبوبة، صديقة جميلة من زاوية الأرض. صديقتنا الجميلة لديها بتر في أحد الساقين، بإرادة قوية تتحدى الأعاقة وتواجهها بكل شجاعة على ساق واحدة وعكاز من المعدن. تخرج صديقتنا الجميلة للحياة بإصرار وعزيمة على مواجهة كل صعب وتخطى أي أعاقة. بتعيش صديقتنا الجميلة حياتها، حياة سعيدة رغم التحديات اللي بتمر بيها. صديقتنا الجميلة باستخدام الطرف الصناعي بتمارس أنشطتها اليومية. قوة إرادتها وعزيمتها قدرت تتحدى أعاقتها، وعلى منصات التتويج قدرت تحجز مكانها. الطرف الصناعي ساعدها كتير خطة زي الأعاقة. بجانب العكازات قدرت صديقتنا الجميلة تتغلب على الأعاقة وتواجهها بكل شجاعة. أصدقائنا من ذوي الإرادة قادرين على الحياة، قادرين على العطاء. مهما واجهوا من صعوبات وتحديات، قوة إرادتهم وعزيمتهم قادرين على تخطيها. صديقتنا الجميلة قوة إرادتها قدرت تحجز مكانها على منصات التتويج. بطلة في السباحة بتعيش حياة سعيدة حتى لو كانت بساق واحد.